ونحو الحب شوقا نحونا نحو طول ملكي كم تعليم كتير لكي اغني بأخبرو كمرو كيو لكي لكا طول طالبان فلكلو كماهراني بلش كم تير لكي لكي كي رفاها لكي اتنا خيال بموني سما تبوري كم تعليم كي زود نبيسي اغدي لكي خوش خطا بيا كم طالبان كي خط كي كمدوري داغن اخبرو كمرو كي نقل كي نرورو خط كي بمو مهارت پیدا شي خط كي مهارت پیدا كي نحونا نحو نحو الحب شوقا من قصدك فتربت قبيلي دا معشوقي اضرع شوق شعروي من دا قبيلي معشوقي طرف تلالو نحونا مخيري بمانا دا قصدنا سرا بمانا لك ايمان مانا تخال كوي نحونا من قصدك نحو نحو الحب دا دريم نحو بمانا دا طرفت او نحو الحب نحو قبيلي كموي من قصدك فتربت قبيلي دا معشوقي معشوقي كم ذاكي وانت من دلالو نحونا نحو نحو الحب شوقا فنحى عن مطيمه الكئيب قصر ما شقي مخوى رولو نخبض عاشق لك غم جنده لرشوى نحى مانا لرشوى فنحى قصر لرشوى عن مطيمه دخبض عاشق لمطيم عاشق توي او الكئيب غم جن توي له وجه داري ما شقي داش مخته كنحو البدر بمقدار دسوار لسم سبوغوي دسوار لسم سبوغوي بشان يقول مختم ديدار له وجه كنحو نحو بمرنا مقدار سرد الترالة له وجه كنحو البدر نورا نحاه الله أن فلاد دا مخبتشي دلدك نحا فمنا دا بشكول فرده نحاه الله أن فلاد دا مخبتشي عن وقع الخطوب دا راتلو دا مصيبتونا الله تعالى بنا غمق بنا مصيبتنا نرى ولي بل كدادنا مصيبتنا محفوظ ساتي نحوت إليه عيني مستغيثا نحوت إليه ما وارا والذلت نحوت بمنا ذا صرفت صغري ما وارا والإليه ده ما شقيت أخفل استرغي مستغيثا نغينا بفريات تنبولو كما ما من يرحمك بأنحاء التصرم واللهيب أنحاء بأنحاء التصرم والغير عجزين وصوك شفدين قال ماما لرحمك ماما لرحمك أنا فراق لك وقلت وما وطوي هلكت من ألم الفراق لغل فراق ده دردنا بالكل هلاك شوئما وأنت دواء دائي يا حبيبي أو إذا ما حبيبة ده ماذا مرض علاجي ماما لرحمك ما سر وصالك أجاب بنحو ألف من صباب نغيمة بمقدار دزرو كنزلو كنزليو كي دزرو كنزلو بمقدار ما تكنزليو كي فغاب وبيانار بششوا فداه نفسي من مجيبي وهذا شعر عبد مستهام كثير الذنب يدعى بالنقيب دا داغي بندا نقيب احمد اشعار دي اولا تعالى دا ما يقول اقول شكمنا نموار نحونا نحو نحو الحب شوقا نحونا يا دويغوري نحونا نحو نحو الحب شوقا فنحى عن مطيمه الكئيب له وجه كنحو البدر نورا نحاه الله عن وقع الخطوب نحوت اليه عيني مستغيثا بأنحاء التصرم واللهيب وقلت هلكت من ألم الفراق وأنت دواء دائي يا حبيبي أجاب بنحو ألف من سباب فغاب فداه نفسي من مجيبي وهذا شعر عبد مصطهام كثير الذنب يدعى بالنقيب جولي كل مكمل شورت يوروبين أمركم أذكي شاب مكمل لكل محبوبي توي شو محبتوي نحونا نحو نحو الحب شوقا
الم الفراق وانت دواء دائي يا حبيبي. بنحو الف من طباب فغاب فداء نفسي من مجيبي. وهذا شعر عبد مصطحاب كثير الذنب يدعى بالنقيب. بعد طالبان تبدا يا شمي بعد طالبان تبدا يا شمي كلمه يا بس قصيده من هذا كيدا كافيه يكبر يا ماني لا حوار ماني راضي لا حوار ماني او ماذا جلد بار مثالون وركلي اما ذا كف لك يا طالب من حوط الحجه ما خد حج قصدك نحوط الحجه يا رومني ما نادى رومني ما نقف نحوط الحجه كمان قصدت الحجه فما نادى مثل بعد امرأتي رايت رجلا نحوك رايت رجلا ما يفعله بالكل ساق شانه بالكل ساق شانه فما نادى مثل بعد امرأتي زي ما نادى ما نادى مثل لا لك رايت رجلا نحوك كمان مثلك نحوط وجهي الى القبلة نحوط وجهي الى القبلة ما مخب لي ترتوارولو ايه صرفته الى القبلة ده دريما مانا ده دريما مانا صرف سلورما مانا جانبني سرت الى نحو الحقانية سرت الى نحو الحقانية ايه الى جانب الحقانية حقانية ترتوارولو اكلت ثلاثة انحاء من الحلوى ديك اسم الحلوى ميديكو علي بانغرا طالوى عليوى يو دا ابوى الوى بخريوى بل دا غازر الوى بخريوى او يو طالب بكي دا شرق الوى بخريوى شرق دا وخر لبيغام ديك اسم الحلوى داني قدلي نحوت ثلاثة انحاء من الحلوى شبغم المقدار بما نرى الذي جاءني الطلبة نحوهم ألف جاءني الطلبة نحوهم ألف ما تطالبان عليهم مقدارهم ألف لغي أندازة ذر وزر طالبان لغا أما نرى كبيرين رضي نظرت إلى نحو بني تميم نظرت إلى نحو الى قبيلة بني تميم نحوط من ذا قبيلة سرمانة نحوط الى نظرت الى نحو بني تميم اي نظرت الى قبيلة بني تميم او اتما معنى صيانة او حفاظت صيانة او حفاظت نحاك الله عن المرض الله تعالى لتعالى مرض نبجي نحاك احصانك نحاك احصانك على الثلاثة طب وجهي او ده اعراض طبعا انا من امراضي شيء الفريدة كان مخوا علي تاسو ده فتح كتابونا كبيري ثم يتنحى عن ذلك المكان بياد ده دي ده نجري شيء هو حسن خانك وبجا مكيه او حتى قدام ما نطوب باكي نو آخر كي شخبي بين ده دي ده نجري شيء نخبي بين ده ده كي او بلا نري بريتي ثم يتنحى عن ذلك المكان او نحو تولى نحوي يا خدي وجنك يا ابو الاسود الدولي الذي قد كان ابو الاسود الدولي كان جالسا في المسجد فاتى اعرابي وبدا قراءه القران فقال ان الله بريء من المشركين ورسوله او يقينا ما غلط لذلك الخبر شو بحضرته لك وجنحوت ان اصنع ميزانا للعرب ماذا تذكر كده العرب ده بقى يقول لي لكم نغور في فرحه نحو تذكر نحو ويك يا ابو الاسود الوليد دي تذكر يا نحو تنحو ذكوي لان
من حيث الاعراب والبناء. طالب بیا محرم محرم سر جان رہی و مبنی مبنی سر جان رہی و عبارت بیا رشتیا ہوئی عبارت چی ہوئی رشتیا و صحیح عبارت ہوئی دا علم نحوی پا برکت باندی یو سڑے دا قرآن مجید و دا حدیث و دا غلطون بچ بلکہ دا نحویانو دا غان رہی و حدیث تے چکر نحویان دا قیمت پر دراشینا اللہ تعالیٰ و فرشتو دوئی انحوهم من النار دای دا اورنا بچو ساتھائی کما حمو قرآنی عن الاخطاء لکا چی دای دا ما قرآن مجید دا خطا گانونا محفوظ ساتھ لیو نحوی تا نحو دا غی وجہ نوئی چی دا دیل سن کے دا غلطونا عرب یا محفوظ شی بیا غلطی نکی یو سرے را بی حسن بسری تے دروازو نا بولا وطبی یا ابو الحسن البسری یا ابو الحسن البسری اگر جواب ورنکو نبیر وطبی چی یا ابی الحسن البسری بیا جواب ورنکو جنن و حسن بسری وچی قولی سالیس دوت خل قولی سالیس دوت خل یعنی درے میں رابو آیا سل آیا ابو الحسن بکا منادا مضاف منصوبے او دا ابا ابو ابی اعراب حالت نظر کے علی شرے کنا منادا مضاف منصوبی نا ہے سارے دروازہ نہ بولا اگر تنا پانو وقت نا والد کو یا ابو الحسن یا اکلا حلقے دا ابو الحسن ابو مضاف سے حسن دا نا سارے بسر بالکل کور کسی کو نا سارے کیا غلط سے ہو جرم آج اٹھا ابو الحسن غلط ہوئی جبیری یا ابی الحسن نا سارے بسر دلنا میں جواب اور طور کچھ کوئی سارے ستا دہم حالت بیان کر گیا آگا بیا دینا حٹک کر نا دے ہوئی آہ آبا الحسن نگو تے ہو دخل ورنہ اجازت دینا ورکو ذکر گنا دا مضاف منصوب ہے اور آبا ابو یہ رات پہلے تنصب کی جزاکم اللہ نو تے کھولی سالی ستا ودخل نو نحو سنے دا غلطون محفوظ ساتھی بس اندر سبق کافی دے لیکن دا شعب دا نفیاء دا اور مرد طالب ما دی دا پارا دا ما کوئی حمیر دا تے کہ طالبان دا سبق ونحن تعلمنا علم النحو الكل يجي الى الذي يقول له نحو